So رح نفوت اليوم ب day 2 and then مثل ما شايفين ال days اللي هي قدامنا please استكشفون please شوفون أكتر وأكتر. اليوم رح نكون عم نروح على day 2. Are you ready to start your business? So as you can see في self assessment questionnaire بنكون عم نفوت عليها وفي questions. There is an assessment أنا طريق واضحة قدامي أسئلة معينة مثل كأنك قاعد بكوتشينج مثل كأنك رايح على training one on one في شيء to facilitate في شيء أنت تقدر تعرفيه personally أنا بالبزنس تبعي مثل ما رح نشوف هون مثلا في question بيقلنا do you have the skills required to run your business such as marketing, record keeping or managing people. So في أسئلة أنا يمكن ما بكون مفكر فيها هالقد بتكون عم تطلع قدامي and then we take the answers yes yes no حسب information اللي نحن بكون عنا إياها والنوهاو اللي نحن عنا إياها and then بالآخر what does my score mean في score result أنا بتكون بين قدامي وبتقلي أنا exactly شو اللي عم فكر فيه and then click here مثل ما شايفين في tips and tricks بتكون عم تقلنا to attend trainings تيكون عم نقرأ تيكون عم نعمل research أكتر بهيد الاندستري اللي أنا عم نبش عليها أو الاندستري اللي أنا عم فكر أني فوت فيها